السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة دبور جيمينج. اليوم طبعا أجتني رسالة لإبلاغ ناجح لأحد لاعبي لعبة ببجي موبايل، وبدي أتصفح أنا وياك الحساب، وبتفاجأ يعني إنه الحساب حساب قديم. وخلينا ندخل إحنا على الحساب ونتفرج مع بعض عليه، وأنا بسأل يا ريت بالتعليقات تحطوا ليه هذول اللاعبين اللي مطورين حساباتهم أو حساباتهم قديمة بيلعبوا بهكرات. طبعا دخلنا احنا على حساب اللي تهكر زي ما انتم شايفين. الحساب اثنين وثمانين نجمة زي ما انتم شايفين. الحساب كانجو كابتان، هذا تركي. طبعا 82 نجمة، يعني حساب قديم. 4 سنوات عمر الحساب، وما بعرف إذا هو سارق الحساب ولعب فيه بهكرات. يعني ما أتوقعش إنه إنسان سليم أو عقله سليم يعني عنده حساب له 4 أو 5 سنوات وبيلعب بهيك يعني. أنا طبعا محقق، محقق مختص في لعبة ببجي، مش محقق رئيسي يعني، بس ببعث رسائل زي مثل أي لاعب يعني. لكن بما إني محقق يعني إلي حق الأولوية في إنه يشوفوا اللي ببلغ عنهم يعني. إن شاء الله بنصل لمحقق رئيسي عشان إحنا نصير نبند بعض الناس ونشفي غلولنا. يعني تشفي غلك من بعض الناس بسبب يعني لعبهم للهاكات سيء جدا، يعني تلعب تموت بشكل فظيع بسبب الهاكات. ندخل على الإحصائيات، ندخل على المصنف. يعني رغم انه بيلعب هاك يا جماعة، الا انه الكيدي تاعه 1.3 يا جماعة، وجايب فوز 115، معدل اصابات الرأس 18. يعني انا كلاعب، انا يعني احصائياتي افضل منه 100 مرة، ما بلعب بهاكات. لكن ما بعرف كيف، يعني هو شاري الحساب، هو شيء ما بعرف كيف. يعني حساب قديم جدا، يعني طلع التقييم 65، يعني تقييمه سيء يعني. ايه تقييم ايه 65 كيدي، متفوق بارع واصل يعني 5000 نقطة، أعلى نقطة، أعلى شيء يعني. نشوف اللي بيلعبوا معاه، نحاول نشوف اللي بيلعبوا معاه. يعني هو بيلعب عشوائي، يعني هو بيلعب عشوائي. نعم، احنا بننزل هاي الفيديوهات عشان تتعلموا انه فيش حسابات قديمة، فيش حسابات مطورة الا بيتم تبنيتها يعني. يعطيك العافية وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.